جميع البنود الدوليه حتى الان لم تستطع انها تقمع هذه الجريمه بحيث انها تمنعها. فالواقع ان هذه الجريمه وهي ما زالت قائمه حتى الان يعني استجد عليها مستجدات وهي دخول التكنولوجيا الحديثه بالانترنت بالتويتر بالفيسبوك كل ده سهل للمنظمات اللي بتعمل تجاره البشر وسهل للاشخاص اللي بيقوموا بتجاره البشر انهم يقوموا بسلوكهم الاجرامي ده من خلال الانترنت ويشمل الاستغلال لحد ادنى استغلال دعاره الغير او الاشكال الاخرى للاستغلال الجنسي او السخره في العمل او الخدمات او الاسترقاء او الممارسات الشبيهه بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء. اكثر خمس اشكال تجاره البشر الموجوده في مصر كانوا اطفال بلا مأوى والعمل القسري والاستغلال الجنسي وزواج الصف او الاطفال وتجارب الاعضاء البشريه. يعني احنا من خلال هذا المؤتمر المهم جدا المعني بتطوير الاليات الوطنيه لمكافحه التجاره بالبشر اللي هي جريمه عبر الحدود نطور من الجهود القائمه بالفعل على الصعيد الوطني في مصر لتطوير ادوات مكافحه هذه الظاهره بصورها المختلفه لانه هتتخذ يعني صور عديده جدا تشكل هذه الصور جميعها انتهاكات وانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان من هنا بيأتي اهتمامنا بهذا الموضوع وعديد من هذه الصور بالفعل هي موضع مكافحه وموضع مناهضه من جانب منظمات حقوق الانسان والمنظمه العربيه لحقوق الانسان والمنظمه الطبيه. طبعا فكره الضحايا في هذه الظاهره اهم تطور تشريعي حصل في السنوات الاخيره انه مصر تبنت بالفعل مفهوم ان ضحايا ظاهره الاجار البشر هم ضحايا وليسوا شركاء في جريمه او جنايه وده امر كان مهم جدا وبالغ اهميه واحنا سعداء بتكريسه في القانون. الوقت الحالي ونعتقد انه هذا القانون يوفر ارضيه كافيه جدا للسياسه اعتقد تكون ناجحه اذا كانت تقوم على مسار تشاركه يضم مكافحه الفاعلين وبصفه خاصه يفسح المجال للمجتمع المدني والجامعات ودوائر التفكير والبحث العلمي.